نبارك لشعب عمان الشقيق العود الحميد لأخي جلالة السلطان قابوس بن سعيد رعاه الله لأرض الوطن مكللا بتمام الصحة والعافية. إنها إحدى تغريدات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي احتفاء بعودة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان إلى وطنه بعد رحلة علاج في ألمانيا، مرفقا تغريداته بالقصيدة التي كان قد كتبها للسلطان قابوس. كما غرد الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الإماراتي قائلا: يا مرحبا نورت الأوطان، دارك بنورك مستنيرة، من دارنا لعمان خلان، سيرة مواقف نعم سيرة. عودة السلطان قابوس إنها المناسبة التي عمت تويتر العماني أمس والإماراتي أيضا، إذا احتفل المغردون في البلدين الشقيقين بسلامة السلطان وعودته مطلقين عشرات الهاشتاغات التي ازدحمت بالتهاني والأشعار والدعوات بالصحة والعافية. وإلى موضوع آخر وعن التطورات في الساحة اليمنية واستمرار تمدد الحوثيين، يغرد الفريق ضاحي خلفان عبر حسابه بتويتر صباح اليوم قائلا: سقوط اليمن في أيدي الإيرانيين كارثة لأمن الخليج ومصر، ستحاول إيران جرجرة الخليج إلى حرب، لكن الخليج أذكى من غباء إيران. وفي السعودية يعبر المغردون عن سعادتهم بعد قرار مجلس الوزراء السعودي أمس بفرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة، مما سيعود بالنفع الكبير على السعوديين، إذ سوف يجبر القرار أصحاب هذه الأراضي على استثمارها في مشاريع إعمارية بدلا من الاحتفاظ بها، الأمر الذي سيوفر المزيد من المساكن ويخفض من أسعار الأراضي. بقرار رسوم الأراضي البيضاء استجاب الملك سلمان لهاشتاغ الراتب ما يكفي الحاجة بدون أن يحمل ميزانية الدولة قرش واحد، بل وفر لها دخلا إضافيا. أخي المواطن، لا تلتفت لتجار التراب الذين يحاولون تهبيط الأنفس بعد أن صدر رسميا فرض رسوم الأراضي، فأنت من تملك القرار، فمن يغالي سيدفع رسوم أرضه. وفي السعودية أيضا تغريدات وزير التعليم عزام الدخيل عبر تويتر تنهي جدلا وشائعات عن احتمال إيقاف برنامج الابتعاث الخارجي للطلبة السعوديين، معلنا في تغريداته عن عزوم وزارته البدء في المرحلة الثالثة من برنامج خدم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي قائلا: الابتعاث مصدر مهم لنقل العلوم والتجارب المميزة، لذا سوف يستمر الابتعاث مع العمل على تطويره لضمان الاستفادة القصوى منه بما ينسجم مع أهدافه. وأخيراً يعود المغردون بذاكرتهم إلى الماضي الجميل في هاشتاغ اجتماعي بعنوان عادات قديمة ليتها تعود. عادات قديمة ليتها تعود، البساطة في الضيافة وصلة الجار والرحم وقهوة الصباح مع الجيران، السهر والسمر بلا أجهزة ذكية. عادات قديمة ليتها تعود، عيش الأبناء مع الآباء بعد الزواج فيتربى الأحفاد في كنف الوالدين والأجداد في البيت الكبير. عادات قديمة ليتها تعود، أو ربما قيم ومبادئ غابت في زمننا. الصدق، الوفاء، الأمان، الثقة أصبحت عادات وأصحابها قديمون. قديما كان أول همنا هي قضية فلسطين، أما الآن صار همنا العراق وسوريا وليبيا واليمن وأخيراً فلسطين.